تعالى عباره عن طبقين قلبتهم على بعض. تعالوا نشوف الريليشنز. الريلز بتاعتي ريليتد انتيريور تو ذا ايرز. سيبريتد الايرز طبعا بسمول ستيت اسمه بوستيريور تشامبر. وريليتد بوستيريور تو ذا فيتريس هيومرس. طبعا الفيتريس هيومرس الجسم الخارجي ده اللي بيمثل 2 الفوليوم دي. المعلومه الجديده النهارده ان الريلز سيبريتد من الفيتريس يعني مش لازق على الفيتريس بسبيس صغير قوي. شايفين صباعي فين؟ السبيس ده اسمه ريترو باين من اسمه قوي يعني لينتال سبيس. ريترو ايه؟ لينتال سبيس. السبيس ده فيه ايه بقى؟ السبيس ده فيه ايه كونسيومر. حلو؟ يعني في ميه هنا على سطح الفيتروس. هتقولي طب الايكوس ده ممكن يدخل جوه الفيتروس؟ نيفر. الحقيقه لسببين. اولا ديفرنت كونسيستنسي. احنا اتفقنا الفيتروس ماله؟ جيلي لايك يعني ليه هاي فيستوس. لكن الايكوس فلويد لايك. لو عندك طبق جيلي متجمد في الثلاجه ونزلت عليه مع الميه هتلاقي الميه على سطح الجيلي ما تدخلش جواه. الحاجه الثانيه ان الفيتروس سراوند باي ميمبرين يعني سايب كده. هذا الميمبرين برضه هيمنع دخول الميه جوه الفيتروس. اذا اللينس بالمنظر ده تبقى عايمه بايكوس. قدامها ايكوس ووراها ايكوس. طيب تعالوا نشوف بقى الانتيريور سيرفيس اوف لينس. الانتيريور سيرفيس اوف لينس كونفكس والبوستيريور كمان كونفكس. هي انا راسم رسمتين واحده غلط وواحده صح. شايفين؟ دي الرسمه الصح ودي الرسمه الغلط. ايه الفرق ما بين الرسمتين؟ انا هنا عايز اقول ايه؟ عايز اقول الانتيريور سيرفيس ليه كارفيتشر كونفكس، الانتيريور سيرفيس برضه كونفكس، لان واضح فيه فرق في الكارفيتشر مش كده؟ مين مقوس اكتر؟ ده النور من الاناتومي بتاعنا بيقول لنا كده البوستير سيرفيس بتاعنا مور كارد ذان انتيريور سيرفيس. والدليل بقى المعلومه اللي هقولها دلوقتي. الراديوس اوف كيرفيتشر اوف انتيريور سيرفيس 10 مللي. لكن الراديوس اوف كيرفيتشر اوف بوستير سيرفيس 6 مللي. يعني ايه الكلام الفاضي ده؟ يعني ايه اصلا كلمه راديوس؟ حد فاكر النص قطر الدايره. طب هي فين الدايره اصلا؟ بصوا هنعمل عامل ظريف جدا هنكمل الدايره. يعني هاخد الانتيريور سيرفيس لوحده. يلا تعالوا ناخد الانتيريور سيرفيس اللي رسمه بالاسود ده لوحده اهو. وهتحتاج انا هكمل الدايره بتاعتي. يلا نكمل الدايره. طالما الكيرفيتشر قليل تبقى دايره كبيره ولا صغيره؟ دايره كبيره. يبقى الريدنس بتاعها رقم اللي هو من سنتر لغايه البارامتر هيطلع رقم 10 متر. لكن لو خدت البوستيريور سيرفيس اللي هو مور كيرفج لو خدته لوحده بقى طالما الكيرفيتشر بتاعه زياده كده هتطلع دايره. بقيتها دايره ايه؟ صغيره مش كده؟ فالريديوس تطلع رقم اقل. اذا واضح ده من هنا ورايح في الربط. لما تسمع كلمه ريديوس اوف كيرفيتشر كل ما قللت الرقم بتاع الريديوس كل ما الكيرفيتشر ايه؟ زاد. طيب اذا المعلومه الاناتومي بتقول الانتيريور سيرفيس ليس كارد ذان بوستيريور سيرفيس. السنتر اوف انتيريور سيرفيس اسمه الانتيريور انا بعتذر جدا الناس اللي ورا ان شاء الله من هنا ورايح حاسس الجنرال كلها هتكون في قاعه كبيره النهارده اكسبشن معلش. طيب السنتر اوف انتيريور سيرفيس يا جماعه اسمه الانتيريور فول وبالتالي يبقى السنتر اوف انتيريور سيرفيس اسمه بوستيريور فول. لو خدنا لاين جوينينج تو بولز تو ايتش اذر ده اللي بسميه اكسس اوف ذا لانس. وفي الحقيقه الاكسس اوف ذا لانس ده حوالي رقم من 4 ل 5 ملم. التقاء الانتيريور سيرفيس بالبوستيريور سيرفيس ده بسميه الايكويتور او الايدج اوف ذا لانس. وهنا بقى لازم نعرف حاجه مهمه قوي. لو انا جيت عملت لك بالشكل المجسم مره ثانيه لو ده الانتيريور سيرفيس ده البوستيريور سيرفيس فين الانتيريور بول هنا؟ اتفقنا الانتيريور بول السنتر اوف انتيريور سيرفيس. وفين البوستيريور بول؟ السنتر اوف بوستيريور سيرفيس. فلو خدت لاين جوينينج تو بولز هو ده الاكسس. امال فين الايدج بقى؟ الايدج ده التقاء الانتيريور سيرفيس بالبوستيريور سيرفيس. الكلام ده انا قلته في الانترودكشن. لما يكون ده الانتيريور سيرفيس ده البوستيريور سيرفيس لما هيجوا يتقابلوا مع بعض هيتقابلوا في سيركل مش كده؟ اذا الايدج اوف ذا لينس او الايكويتور اسمه الثاني اذا ايكويتور ده عباره عن سيركل وهو ده اللي ماسك فيها السنيورز. اذا السنيورز بتاعتي مش من ناحيه واحده وزي ما وريتكم في الموديل من شويه السنيورز طالعه داير ما يدور اللينس. اذا الايكويتور او الايدج سيركل. عشان كده انا لو خدت لاين جويننج الايكويتور بصوا الرسمه
الخليج ده الايدج. لما بطلع لاين جوينينج الايكويتور تو ذا اوبوزيت ايكويتور، ده بسميه ايكواتوريال دايامتر، ده رقم من 9 to 10 مليمتر. الميكروسكوبيك اناتومي اوف ذا لينس، لينس مايكروسكوبيك اللي معموله من ايه؟ نمبر 1 معموله من كبسول، نمبر 2 ابيثيليوم، وطبعا بقى نمبر 3 الكونتنتس اللي جوه اللي هي اللينس فايبرز. اذا مايكروسكوبيك اللينس ميد اوف 3 بارتس، كبسول ابيثيليوم ام فايبرز. تعالوا نشوف جزء جزء عباره عن ايه بالظبط. نمبر 1 الكبسول، اول معلومه عن الكبسول بتقول انها هايلي الاستيك. اتفقنا اللينس از هول، اتفقنا من الاول كده، فكان لازم القشره الخارجيه كمان تكون الاستيك. نمبر 2 واضح في الرسمه جدا، شايفين ان رسم الكبسول انتيري اللي تخين قوي ازاي؟ اذا واضح معلومه ثانيه بتقول ان انتيري الكبسول ماتش مور ثيك ذان البوستيري الكبسول. المعلومه دي مهمه جدا هنحتاجها ليه طبعا؟ عايزين نحفظها في الماوري كده، ان انتيري الكبسول ثيكر. واخيرا بقى من حين لاخر، طول ما بنكبر في السن او بنعيش اكتر بيحصل ايجنج لاجزاء من الكبسول. كل ما يحصل ايجنج الابيثيليوم اللي انا رسمه بالاحمر اللي هو لايننج الانتيري الكبسول بيعمل رينيوال للكبسول. اذا ما فيش مشكله ان الكبسول يحصل لها ايجنج، انا عندي ما يسمى بالانتيريور سب كابسولار ابيثيليوم بيقعد يعمل رينيوال كل ما يحصل هذا الايجنج. ايه الفانكشن؟ احنا اتفقنا في الانترودكشن ان اي قشره خارجيه وظيفتها الاساسيه ايه؟ طب تحمي ايه من ايه؟ تحمي اللي جوه من اللي بره. وهي لسه عايمه في ايه يا جماعه؟ ايكوس. الايكوس ده مليان دايجستيف انزيمز، لو قدرت تدخل بسهوله هذه الانزيمز هتكسر البروتين ضد الانت وتحولها لاوبيت ستراكشر. اذا نمبر 1 فانكشن بروتكشن. نمبر 2 لو قلنا اللينز بتاعتي ترانسبيرنت مش كده؟ وبالتالي عشان تكون ترانسبيرنت لازم تكون ايه؟ ماسكولر. بس في الاخر لازم تاخد نيوتريشن. يبقى تاخدها ازاي؟ باي ديفيوجن. اذا واضح كمان ان الكبسول ليها نيوتريتي فانكشن، يعني سيمي بيرميبل، وبالتالي الكبسول وكانها سيلكتيف. خد بالك بقى جمال الكبسول، يعني تعدي الحاجات المفيده النيوترنس لكن تمنع الدايجستيف انزايم، يعني نيوتريتيف بروتكتيف ات ذا سيم تايم. بلس نمبر 2 اللي هي النمبر 2 دخلنا ايش؟ ايبيثيلي. انا عايزكم تركزوا على الرسمه اللي هنا، قولوا لي ايه الغريب في الرسمه؟ انا راسم كده الابيثيليا بتاع اللينس كاملا، يعني مفيش جزء ناقص. ايه الغريب في الرسمه؟ الابيثيليا لايننج مين ومين؟ مكانين بس في اللينس مش كده؟ الانتيريور كبسول والايكويتور، لكن البوستيريور كبسول هاز نو ابيثيليا لاين. خلي بالكم المعلومه دي برضه هنحتاجها قدام شويه، اذا احنا في معلومتين هنخزنهم. اول معلومه ان الانتيريور كبسول مالها؟ فيجر. المعلومه الثانيه ان الابيثيليوم نوت لايننج البوستيريور. بس عشان نعرف المعلومه الديتيل مظبوط، في يوم من الايام في الحقيقه كان عندنا ابيثيليوم، بس الكلام ده كان ديورنج انتر ترايل لاينز، وهذا الابيثيليوم الونجيتد ودخل جوه اللينس وتحول لفايبر وما طلعش مكانه تاني. عشان كده فروم داي 1 بعد الولاده سيادتك بتقول الدنيا ما عندهاش ابيثيليوم لايننج البوستيريور. ايه الفانكشنز بتاع الابيثيليوم؟ الابيثيليوم لايننج الانتير كابسول، انا خلاص قلت الفانكشن صح؟ بيعمل ايه؟ رينيوال اوف كابشن. لكن الابيثيليوم اللي لايننج الايكويتور اللي انا رافعه بالاخضر ده، ده اللي بيصنع بقى اللينس فايبرز. اذا الكونتنتس اللي جوه اللي هتبقى هنا المصنع بتاعها هو الايكواتوريال ابيثيليوم. بصوا بقى المعلومه هقولها ازاي. هذا المصنع اللي اسمه ايكواتوريال ابيثيليوم مصنع لا يتوقف عن الانتاج ابدا. كده يعني لو هتعيش لغايه عمر 100 سنه المصنع ده شغال معاك ال 100 سنه. يعني كل يوم بيرمي فايبرز جديده جوه اللينس. المعلومه دي غريبه شويه مش كده؟ ده معناه ان الكونتنتس اللي جوه اللينس كل سنه هتزيد عن اللي قبلها. عشان كده لما هجيب لكم بيشنتس هنا في السنتر، ناس كبار في السن فوق ال 60 وال 70، هتلاقي كل ما بتكبر في السن كل ما دي بتتقلبص تتخن. وكل ما تتخن هتعمل ايه في الايرس قدامها؟ تزوق لقدام. عشان كده normal depths of anterior chamber. هي ايه anterior chamber دي؟ المسافة ما بين الكورنيا والايرس. النورمال depths في old age is shallow EC. shallow يعني الايرس قريب جدا من الكورنيا. ايه اللي بيقرب الايرس؟ خلاص عرفنا. lens
تقعد تتفق ليه المصنع ده طول ما انت عايش عمال يرمي فايبر دول. بس في قاعده مهمه جدا في التصنيع، القاعده دي بتقول ايه بقى؟ انا وانا واقف قدامكم دلوقتي الايبيثيليوم بتاعي بيصنع فايبر، بتنزل فين الفايبرز دي؟ الموست ريسنت تفتكروا هتنزل فين؟ اكيد جنب المصنع، ما هو المصنع مش هيرمي الفظائع بعيد المدى يعني. يعني اذا الموست ريسنت هتنزل نير الايكويتور، يعني نير البريفري اوف ذا لاند. طب اللي صنعت امبارح هتروح فين؟ هتتزق للسنتر. طب اللي صنعت من اسبوع هتتزق للسنتر اكتر. طب تخيلوا معايا بقى، كل ما فايبرز جديده تنزل هتزق الاقدم ناحيه السنتر، وكل ما الاقدم يتزق، وهم اصلا كل لينس الاستيك، كل ما تزق فايبرز الاستيك وتفعصها كل ما تلوز ووتر، كل ما تلوز ووتر كل ما ايه؟ تبقى مور سوليد او مور هارد. اذا وكان اللينس كده هتتقسم منطقتين بقى، الاولد فايبرز مكانها فين؟ السنتر، هتفقد ميه يعني تبقى سكليروز، هتبقى هارد فايبرز وتعملي ما يسمى بالنيوكليس. النيوكليس دي نيوكليس حقيقيه فيها دي ان اي وار ان اي ورايبوزوم؟ لا لا خالص، دي عباره عن اولد فايبرز بس. لكن الريسنت فايبرز هيكون مكانها فين؟ في البريفري، وفيها ووتر كونتنت عاليه، وبالتالي تبقى سوفت، ودي مجازة بنسميها كورتكس. اذا لينس منطقتين دلوقتي عرفنا، بعد ما عرفنا نظريه التصنيع اللي بتقول ان الريسنت بيبوش الاولد تورد بين سنتر. وبناء على المعلومه دي عملنا هيستولوجيكال اند ثيوريتيكال كلاسيفيكيشن للنيوكليوس اوف ذا لانس. احنا هنتفق مع بعض ان في امتحانات الاورال الاناتومي مش مهم الا فيما نظر. اهو ده سؤال اورال في الاناتومي اوف لانس، يقول لك يا دكتور انت عندك كام نيوكليوس في اللينس بتاعتك؟ ازاي ده سؤال اورال؟ تعالوا بقى نشوف احنا عندنا كام نيوكليوس ثيوريتيكالي وهيستولوجيكالي. هتتفقوا معايا بما ان احنا عرفنا النظريه ان القديم بيروح فين؟ السنتر. يبقى اول فايبرز على الاطلاق بدا المصنع بتاعنا يصنعها هتكون الموست سنتر، موافقين؟ طب امتى اول فايبرز اتصنعت؟ ما بين الايدج اوف فيرست مانث للثيرد مانث انترا يوتراين لايف. إذا أول فايبر صنعت من سن شهر سن ثلاث شهور انتر تراين هي هتكون الموست سنترال اللي أنا رسمها بالأسود. طب الفايبرز اللي هتصنع بعد كده هتروح فين؟ حواليها على طول. يعني من سن ثلاث شهور انتر تراين لغاية الفول تيرم يعني الشهر الثامن أو التاسع الفايبرز اللي هتتكون بعد كده هتتجمع حوالين الإمبريونيك نيوكليوس. ساعتها هسميها فيتر. خدت بالك إحنا من على حسب اسم الكائن الحي إمبريو سميناها إمبريونيك. أول ثلاث شهور اسمها امبريو، بعد كده اسمها ايه؟ فيتس، فإذا هنسميها فيتال نيوكليس. طب خلاص الطفل اتولد فروم داي 1 بعد الولادة لغاية البيوبرتي هسمي الإيرا دي أو الفترة دي الفايبرز اللي هتتكون هتتجمع حوالين الفيتال هسميها انفانتايل نيوكليس. زودنا المدة شوية يعني مش هنقعد انفانت لغاية البيوبرتي لكن مجازة بنسميها انفانتايل نيوكليس. طيب خلاص أنا عديت البيوبرتي. طبعا في فايبرز دي بتتصنع هو المصنع شغال، في فايبرز تبدا تتجمع حوالين الانفانتايل. اي فايبر هيتجمع حوالين الانفانتايل هسميه من هنا ورايح ايه بقى؟ ادلت. كده يعني سيادتك لما تسال السؤال في الاورال يقول لك انت عندك كام نيوكليوس في اللينس بتاعتك؟ اوتوماتيك هتقول له كام؟ عندنا اربعه. ايه هما؟ امبريونيك اكيد اتكونت وخلصنا، فيتال اكيد اتكونت وخلصنا، انفانتايل اكيد اتكونت وخلصنا، ودلوقتي عندنا مين؟ دي لسه بتكبر، موجودة بس لسه ايه؟ كل ما هنكبر في السن كل ما حجمها ايه؟ يزيد. الكلام ده ايه؟ ثيوريتيكال. لكن لما هوريكم عملية هتلاقيها بنطلع النيوكليس براكتيكال هي نيوكليس واحدة. يعني ما بتشوفش الفروق ما بينهم، هي بتطلع وان بالك وان ماس. كلام ده ثيوريتيكال وهيستولوجيكال فقط. طيب هتلاقي عندك في الكتاب بعد كده حاجة اسمها سوتشرز، سيبك منها سوتشرز دي بتجنبيها تؤجل، هنعرف مين هي الواي سوتشرز اللي موجودة عندك في الكتاب. اي حاجه بقول لك عليها على فكره تؤجل بنرجع لها اكيد. يلا نشوف النيوتريشن. انتوا هتقولوا لي بقى اظن عرفنا ان انت بتتغذى منين؟ ها بتتغذى منين يا جماعه؟ لسه بتتغذى منين؟ باي ديفيوجن فروم ايكوس هيومن. الكلام ده بعد الولاده.
امال ديورنج انتر تراي لايف. بصوا الكلام ده المهم ده قوي. كان عندنا كلنا ارتري جاي من وسط الاوبتيك ورا. بصوا ده لازم فين؟ وعشان يوصل للينس دي كان لازم يعدي من خلال مين؟ هيعدي من خلال البيتريوس. بصوا ماشي ازاي؟ وبالتالي كده هيوصل للينس من قدام ولا من ورا؟ يعني عند بطين الكبسول. تحديدا بقى خليك سبيسيفيك عند السنتر اوف بطين الكبسول. ده سميناه ايه من شويه؟ بوستيريور فول. الارتري ده هنسميه على اسم الطريق اللي مشي فيه. هو مشي جوه مين كده؟ بيترس. وبيترس في اللاتين لانجوج اسمه هايلايت. اسمه ايه؟ هسمي الارتري ده هايلايت ارتري. اذا دورينج انترترنال لايف كلنا اللينس بتاعتنا بتتغذى عن طريق هذا الهايلايت ارتري. لكن مع لحظه الولاده كان لازم هذا الارتري يختفي. موافقين؟ ليه لازم يختفي؟ عشان نشوف. ما ينفعش يبقى عندي حاجه اوبيك كده قدام الراتنا مش هنا الراتنا المفروض تستقبل الضوء عشان تشوف. فاذا كان لازم الارض ده يختفي ونبدا بقى مرحله جديده من النيوتريشن عن طريق الايكوسيوم. طبعا في ناس هتقول لك يعني ايه يختفي؟ ولا حاجه. البلاد فلو يقف، البلاد اللي جوه الارض يبقى كلاتد، مفيش بلاد كولا من ماشي. وبعدين الانزيمز اللي موجوده في الفيترس تبدا في ايرود تاكل فلول لغايه لما الارض يختفي تماما. ونبدا بقى الايكوس يظهر ونبدا مرحله بقى بقيه عمرنا باي ديفيوجن فروم ايكوس هيومر اللينس تاخد النيوتريشن بتاعها. طيب قولوا لي بقى تفتكروا الميتابوليزم في لينس بيتم ازاي؟ كتير قوي بنسمع كلمه ميتابوليزم وننسى وننسى ميتابوليزم يعني ايه اصلا؟ لما تسمع كلمه ميتابوليزم يعني هاو تو ريتش اند برودكت مهم جدا اسمه انرجي. اي اورجن في جسمك محتاج انرجي عشان يشتغل. طب العدسه بتاعتي دي اصلا فيها مصانع شغاله محتاجه انرجي ولا دي مجرد عدسه يعني زي عدسه النضاره اللي انت لابسها؟ لا فيها مصانع شغاله. في مصنعين وانتوا عارفينهم. مين المصنعين اللي شغالين طول الوقت؟ مصنع بيجدد ويصنع الكبسول ومصنع عمال يصنع فايبرز. يبقى محتاجين انرجي ولا لا؟ محتاجين انرجي. فاكرين ايام البايو كيمستري السعيده؟ عشان نوصل للانرجي كان عندنا طريقتين. الطريقه اسمها ايرابيك اوكسيديشن والطريقه الثانيه اسمها ايه؟ انارابيك. تفتكروا اللينس ايه المتاح ليها؟ ايرابيك يعني في اكسجين كتير ولا انارابيك؟ ليه؟ عشان ايه؟ افاسكولار يعني مفيش بلاد فلو. اي اورجن مفهوش بلاد فلو يبقى ما قداموش غير الانارابيك اوكسيديشن. فاكرين السايكل بتاع الانيرابيك اوكسيديشن كان اسمها ايه؟ دي هيدروجينيشن سايكل. الثانيه بقى بتاع الايرابيك كان اسمها كراكس. لكن مش مهم خلاص، الثانيه في دي هيدروجينيشن. كان الاند برودكت بتاعها ايه دي؟ ماده وحشه قوي. لاكتيك اسيد. ايه ده يعني اللينس كل ما تحتاج انرجي يظهر للاسف في الاخر لاكتيك اسيد. ده مضر جدا. ده يأثر على الترانسبيرنسي اوف لينس. عشان كده اللينس محتاجه طول الوقت تو اليمنتس. حاجه ثابته نسميها هيدروجين كاريرز. محتاجين فيتامين سي ومحتاجين الالم ثاني جلوتاثيون. دول دورهم في الدنيا ان كل ما يظهر لاكتيك اسيد يوش اوت يشيلوه علشان ما يحصلش اسيدك بي اتش جوه اللينس وبالتالي الترانسبيرنسي اوف اللينس تتاثر. الميتابوليزم ان ارابيك اند برودكت لاكتيك اسيد محتاجين عشان اللينس تفضل كويسه فيتامين سي اند جلوتاثيون. طيب كومبوزيشن اللينس معمولة من ايه؟ اللينس يا جماعة تركيبتها كان ايه؟ 65% من تكوين اللينس بودر. 34% من تركيبة اللينس بروتينز. 1% مينرالز. 34% بروتين هم دول أساس اللينس بقى. هم دول أساس الترانسبيرنسي في اللينس. البروتينز بتاع اللينس معمولة من فيري لونج تشين أمينو أسيد باوند توجيذر. يعني مولكيولز كبيرة أو بروتين مولكيولز عملاقة. لازم تكون بالمنظر ده. وأنا بشبه اللينس بتاعتنا بزجاج العربية الأمامي. زجاج العربية طبعاً هايلي ترانسبيرنت عشان تشوف الطريق. وهو وان مولكيول. بس وان مولكيول معمولة من بارتكلز كتيرة مش كده؟ بس ماسكين في بعض في عاملين شيت واحدة، إزاز واحد بس. سمعتوا قبل كده عن حاجة اسمها سرطان الإزاز؟
الإزاز في مكانه بيتفصص، يعني يرجع بارتيكلز سايبة من بعض. هي نفس البارتيكلز بس لما كانت فيوز وعاملة وان شيت اتفصصت من بعض، تلاقي نفسك مش شايف الطريق خالص. هو ده بالظبط اللي بيحصل في اللينس. يعني لو في يوم من الأيام حصل كده، بص هعمل إيه صباعي؟ ركزوا معايا هنا. بعمل إيه كده؟ برجع الأمينو أسيد هي هي بس بقت سايبة من بعض. على طول اللينس تضرب وبينج. وهو ده المرض اللي بيصيب اللينس اللي بنسميه كاتاراكت. إذا عشان اللينس تبقى ترانسبيرنت أنا محتاج بروتين ريفيوز مكتملة. لكن كسرت البروتين رجعتها لأساسها أمينو أسيد سايبة من بعض، على طول اللينس تبقى أوبيك ستراكشر. إذا التركيبة المثالية 65% ووتر، 34% بروتين، و1% مينرالز. بجد كريم كل ده كل ده الأدوية بتاعتها هو بس اللي بيديني الكرتون كلها، بس هي بتديها كلها دي من حتى الريفراكتيف باور اوف لينس. بص يا جماعه، اي حد في الدنيا بنقدر نحسب الباور بتاعها ازاي في شويه. احنا عندنا تشابتر هناخده ان شاء الله قدام شويه اسمه ايرورز اوف ريفراكشن، هنعرف يعني ايه عدسه، قوتها بتحسب القوه ازاي، الباور نجيبه منين. لكن مؤقتا هنحفظ ارقام زي ما هي الاكسبلانيشن ليتر. الريفراكتيف باور اوف لينس من 15 ل 17 ضعف. خدتوا بالكم انا حطيته في مربع برضه، عايز اقول ان احنا هنأكد المعلومه دي، اصلا معلومه غريبه شويه. يعني ايه من 15 ل 17؟ اوعى يجي على بالك ان اللينس بتاعتي انا مثلا حظي كده اتخلقت قوتها 15، الدكتور 16، الدكتوره 17. لا انا اللينس بتاعتي عندها القدره انها في وقت من الاوقات تبقى الباور بتاعها 15 وتقدر تزود الباور توصل ل 17، وممكن كمان 18. اذا اللينس عندها الماليابيلتي انها تغير الباور بتاعها ازاي؟ اذا احنا مأجلين كام كلمه؟ الاستيك باور متغير على حسب المزاج، وهنعرف يعني ايه المزاج. وكلمه كده عندنا عليها اسمها اكوموديشن. طيب حلوه. عندي كمان حاجه اسمها ريفراكتيف اندكس. ريفراكتيف اندكس اوف لينس اللي بنسميه بالعربي معامل الانكسار. الكورتكس 1.39، النيوكليس ريفراكتيف اندكس 1.42. برضه يعني ايه ريفراكتيف اندكس وبنحسبه ازاي وبيفرق بايه؟ هنحفظ ارقام مؤقتا، هنعرف التفاصيل دي كويس قوي في الايرورز اوف ريفراكشن. شو فنكتب جنبيهم اكسبلانيشن يؤجل عشان ما نقعدش نمشي سايد ويز ونتوه وتلاقي الدنيا ضربت مره واحده. يلا فانكشن بوزلان هتساعدوا لي بقى. حد عنده تفسير او يعني ساعدني يقول لي اول فانكشن مهم جدا للينس؟ احنا قلنا عشان نشوف كويس اللايت ريز اللي بتقع على عيني لازم تتجمع في نقطه على الريفرنس، مش كده؟ وانا اللي بتكلم لازم تتجمع في نقطه على الريفرنس على ستين في عينيا اللي هم مين؟ كورنيا اند لينس. اذا نمبر 1 فانكشن It is one of the two main refractive surfaces. إذا refractive. الفانكشن الثاني اللي احنا مأجلينه اهو accommodation. الفانكشن الثالث بقى الضوء اللي حوالينا ده في نسبة من الالترا فايلت رينز. طبعا أكبر مصدر للالترا فايلت رينز هو مين؟ نور الشمس. عارفين يا جماعة لو كمية الالترا فايلت رينز دي توصل للريتنا باستمرار الفوتو ريسبتورز بتكون ساعتها تتدمر بعد كذا سنة. مع تكرار التعرض اليو في على مدار سنين طويله بعد 10 15 سنه من بدايه حياتك مش اكتر من كده تبدا نظرك يروح. اللي بيمنع المهزله دي بقى اللينس، ربنا خلق لنا فيها خاصيه امتصاص اليو في. فتابزورب اليو في عشان تمنع وصولها للريتنا، اذا ده بروتكشن ميكانيزم مهم جدا. اذا فانكشن كمان بتبروتكت الريتنا اجانست اليو في الالترا فايلت رينز. يلا بقى نروح للكلام اللي احنا مأجلينه من اول ما بدأنا. بصوا معايا الرسمه دي. انا راسم لايت ريز وقع على كورنيا بارلل. من هنا ورايح بقى. لما اقول لك لايت ريز وقعت على عيني بارلل، اعرف ان المصدر الاوبجكت اللي طلع الريز دي يبعد عن عيني 6 متر او ابعد. طالما انا ببص على اوبجكت بينه وبين عيني، يعني اخر القاعه هناك الدكتوره مثلا او الدكتور في اخر القاعه هنا، طالما بينه وبيني 6 متر الريز اللي جاي من عندكم جاي على عيني ازاي؟ فرق الريز هتقابل الاول كورنيا. بالمناسبه يلا رقم كمان
ازاي اه تعدي على الكورنيا اللي قوتها هيجيلك عدسة ثن، تعدي على لفت ثن، تجمع فين؟ حلو كده هتشوف سيادتك كويس جدا. المشكلة بقى لو عملت كده، أنا كده ببص على الساعة أو موبايل أو كتاب، الأوبجيكت يبعد عن عيني فيو سنتيمتر. طالما الأوبجيكت قريب يبقى الريزة تقع إزاي؟ بصوا شايفين الأخضر؟ دايفرت. لو ريز وقعت على الكورنيا أو على عينيا دايفرجنت، والكورنيا فضلت محتفظة بنفس الباور واللينس برضه نفس الباور، النتيجة كالآتي. بصوا معايا، لو دي عدسة يا جماعة، ها؟ بتقول عليها ريز بارلل، العدسة دي تتجمع البارلل على السبورة هنا. طب لو نفس العدسة بس المرة دي وقعت عليها ريز كده، على ما تخليهم كده وبعدين كده وبعدين كده، دي محتاجة إيه؟ مسافة أبعد، مش كده؟ فإذا النتيجة إن الريز الدايفرجن دي هتتجمع هنا. ده فرضا ان الكورنيا واللينس فضلوا محتفظين بنفس الايه؟ نفس الفقر. هنا اللينس تقول لا بقى انا هتصرف. هتعمل ايه؟ ها خدتوا بالكم؟ عندها القدره تعمل ايه اللينس؟ تزود الباور من رقم اقل لرقم ايه؟ اعلى. فتروح اللينس مزوده الباور، ولما الباور يزيد النقطه دي تروح فين؟ هو ده بقى اللي احنا بنسميه ايه؟ اكوموديشن. اذا اكوموديشن it is the ability of the eye. لا لا انا اسف، عايز اغير كلمه اي، اقول مين احسن؟ ability of mean lens to increase its power in order to see near objects as clear as possible. حلو الكلام. اللينس بتعمل اللعبه دي ازاي بقى؟ يعني بتعرف ازاي تزود الباور وتزوده باي مقدار؟ بصوا معايا بقى القصه هنا، عشان كده بقول لك دي اهميه انك تبقى فاهم الشكل المجسم للاشياء. اللينس بتاعتي شكلها مجسم ازاي تاني؟ كانك جبت طبقين قلبتهم على بعض كده. وبالتالي الايدج اوف ذا لينس دايره صح؟ كله موافق؟ وبالتالي الزنيولز الشبكه داير ما يدور اللينس ها؟ الزنيول دي ماسكه فين؟ في السيليري بادي، في الانر سيرفس اوف سيليري بادي. الانر سيرفس اوف سيليري بادي لايند باي ماسل. يعني متبطن من جوه بايه؟ بعضله. حلو قوي، بص معايا بقى. افكركم تاني بالموديل بتاعي عشان افهمكم الرسمه اللي انا راسمها. شايفين يا جماعه دي السكليرا، لو قفلناها على بعض كده بقت كوره مش كده، او جزء من كوره. السكليرا الناس اللي هنا شايفين ده السيريالي بادي، ها فاكرين الكلام؟ الناس اللي حضرت معايا من الاول، عشان كده بقول الناس اللي ما حضرتش الدرس اللي فات تيجي لي 10 دقايق ربع ساعه في الاخر اوريهم الموديل كله تاني على بعض. اذا ده السيريالي بادي، اتفقنا ان السيريالي بادي داير ما يدور التجويف ده، يعني ده مثلث اهو، لو قطعت هنا هلاقي السيليري بادي، يعني اذا السيليري بادي داير ما يدور. طيب وبالتالي لو دي نصفين السكليرا، لما اجي اقول لك ان السيليري بادي متبطن، شايفين صباعي؟ انا عامل صباعي ازاي؟ متبطن بعضله، العضله تبقى عامله زي صباعي، ها؟ ده نصها بس. يعني اذا لو حطيت النص الثاني بقت العضله عامله ازاي؟ شايفين؟ لا هو ده السيليري بادي داير ما يدور، والنص الثاني اهو. فلما نقفل يبقى السيليري بادي السبيس اللي جوه منور ولا لا؟ لما يكون السبيس ده مبطل بعضله يبقى عامله ازاي؟ متخيلين الكلام؟ كل نصين العين، السيل الرمادي دايما ماشي في التجويف، لما يكون مبطل بعضله العضله تبقى عامله ازاي رايق؟ كله موافق؟ كله متخيل؟ خلاص فهمت النقطه دي؟ جوه العضله بقى في مين؟ الايدج بالزنيولز، واحنا اتفقنا اللينس بتاعتي الزنيولز ده ما يدور، ها؟ شايفين ازاي؟ فاذا الزنيول دي حواليها عضله كده. شايفين ازاي؟ خدتوا بالكم انا عايز اقول ايه؟ اذا الادج دايره طالع منها زنيولز راديتنج اول اراوند، الزنيول دي ماسكه في عضله ايه؟ سيركولر. اذا الاحمر دي العضله وده الادج ودي الزنيول. موافقين؟ كله فاهم الرسمه دي خلاص؟ حلو قوي. اي عضله دائريه في جسمك بتكونتراكت، ايه اللي بيحصل في السبيس اللي جوه؟ اي عضله سيركولر بتكونتراكت السبيس اللي جوه بيجت سمولر. واديتكم امثله، اديتكم العضلات بتاع السمول انتستن تعمل كريستاليسيس، يعني تقفل اليوم عشان تزق الاكل مش كده؟ البيوبل لما تنور عليها في عضله اسمها كونستريكت مدوره بتروح قافله البيوبل. اي عضله سيركولر بتكونتراكت
Somebody has contracted blood. You want to tell me? دي كده قربت من اللينس صح؟ دخلت لجوه. طب ما الزنيولز بتاعتي الاستيك. لما العضله تنقبض وتقرب من اللينس، الزنيولز اللي كانت مشدوده دي بيحصل فيها ايه؟ يعني تخيل لو واحد بيشد ايدي من هنا وواحد بيشد ايدي من هنا، ايديا مفروده. طب لو قربوا مني؟ كوعي هيتني مش كده؟ يعني عايز اقول ان الزنيولز دي هتبقى عامله كده. ايه رايك بقى؟ اللينس من الاساس ربنا خلقها لنا ايه؟ الاستيك. اي حاجه الاستيك لما تكون الزنيولز مشدوده يعني شادد عليها تبقى مفروده ولا لا؟ تبقى رفيعه. اول ما تسيبها ايه اللي يحصل؟ اول ما تريليف التنشن يعني تروح عامله كده. شفت ازاي؟ دي بتدخل. ولما الكرفيتشر يزيد الباور يزيد. هنا يعني اول ما العضله ترتخي تبقى لوس تبطل تشد على اللينس، فلما تبطل تشد على اللينس لسه الحراره ريكويل تدخن، واول ما تدخن يعني الكيرفيتشر ده بدل ما هو كده الكيرفيتشر ده يزيد كده وبالتالي الباور يزيد. طب نقولها ازاي في الاورال؟ ده تاني سؤال. الاورال ليه علاقه بالاناتومي اوف لينس. اول سؤال الاورال كان ايه يا جماعه؟ عندك كان يوزلس في اللينس. السؤال الثاني الميكانيزم اوف اكوموديشن، ديفينيشن اوف ميكانيزم، يعني ايه اكوموديشن وبتحصل ازاي؟ تاني نمبر 1 ستيب ايه اللي بيحصل؟ كونتراكشن في السيركولار سيلير ماسل. كونتراكشن فين؟ في السيركولار ايه؟ ما في العضله اسمها سيلير ماسل لانها هي لايننج السيلير بات. كونتراكشن اوف سيركولار سيلير ماسل. فايه اللي بيحصل في السبيس اللي جوه؟ بيحصل ناروينج في السيلير رينج يعني السبيس اللي جوه السيلير بات. فالزنيوز بيكم لاكس يعني مرتفعه. فاللينس بيكم مور كونفكس. وبالتالي باور انكريز. كله فاهم الميكانيزم؟ في حد عنده مشكله؟ كله معايا لغايه دلوقتي؟ حلو. المرض الاساسي اللي بيصيب اللينس اسمه كاتاركت. كاتاركت يعني لينس اوباسيفيكيشن. اللينس تبقى اوبي. وفي الحقيقه احنا عندنا كذا كلاسيفيكيشن للكاتاركت. اول كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا ايتيولوجي. نمبر 1 كوز ذا كاتاركت كونجنيتال. طبعا الكونجيتا لا يبرر، هو كده ولد طفل عنده اللينس اوبيك. الاحتمال الثاني يكون السبب اكوايرد. والاكوايرد كاتاك قد يكون نتيجه تروما. خبطه عنيفه للعين، هو نعرف انواع التروما اللي ممكن تعمل كاتاك. اذا يبقى النوع هنا او السبب هنا تروماتيك. قد يكون السبب بتاع الكاتاك مرض يصيب الكورنيا مثلا. زي ما هنعمل في الكورنيا اهم مرض اسمه كورنيا الالسر. او مرض يصيب الايريس. زي ما هناخد المرض الاساسي اللي ليه علاقه بالمكان ده اسمه ايريس. كده يعني ديزيز في مكان تاني في العين ينتج عنه كاتاركت. ساعتها اسمي الكاتاركت ده ايه؟ كومبليكيتد يعني مجازة ان هو سكن فعلا اسمه كومبليكيتد كاتاركت. والسبب الاخير للكاتاركت الاكوايرد سينعك. زي ما البني ادم بيعجز شعره بيبيض وشه بيكرمش يعني تشينج في السكين بيحصل كمان كاتاركت. حاجه بحكم تقدم العمر. اذا كونجنيتال تروماتيك كومبليكيتد سينايل واللي هنعمله بعد كده هنعدي على نوع نوع نعرف الكلينيكال بيكتشر بتاعته نعرف الكومبليكيشنز بتاعته نعرف هاو تو تريت. اذا هنعدي عليهم لسه اي ميتي. ايه الاذر كلاسيفيكيشن بقى؟ في كمان كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا ايج. بنقسم الكاتراك بتاعنا الى سوفت كاتراك. وده اي كاتراك هيحصل قبل سن ال 25 سنه. والنوع الثاني اكيد هيبقى اسمه ايه؟ هارد كاتراك. وده اي كاتراك يحصل above the age of 25. يلا قبل ما نتكلم قولوا لي كده مين من الاسباب دي او من الانواع دي انا اسف ينفع يبقى سوفت. يعني يحصل قبل سن 25. طبعا كونجنتال قبل سن 25. هو قال لي كده عيل صغير سن تروماتيك ينفع. كومبليكيتد لو جالي اثر وانا عندي 12 15 سنه. الوحيد اللي ما ينفعش مين؟ لكن الهارد كاتراك لازم ابوب الايدج اوف ايه؟ 25. كله ينفع ما عدا مين؟ سيناريو ينفع، كروماتيك ينفع، كومبليكيتد ينفع. هتقول لي طيب ليه بقى؟ يعني ليه سمينا ده سوفت وده هارد؟ على اي اساس جبنا المعلومات دي؟ الحقيقه المعلومات دي جبناها عن طريق سيرجيكال اكسبيرينس. لما جينا نعمل عمليات جراحيه للفاريس ايدج جروبس لقينا قبل 25 ينفع اعمل تكنيك معين
بعد 25 سنه ما ينفعش، علشان بيحصل تغيرات تحديدا في الاستراكشر بتاعها. النيوكليس بعد 25 سنه بتحجر، بتبقى عامله زي الطوبه، لكن قبل كده بتبقى سوفت، ممكن نتعامل معاها بطريقه سلسه. انا مش عايز اسمي واقول ايه الطريقه اصلا، عشان ما اقعدش اقول اسامي كتيره في وشك، لان احنا لسه هناخد احسن مثال للسوفت. مين احسن مثال للسوفت تفتكروا؟ ده اللي هنبدا بيه النهارده. ولسه هناخد احسن مثال للهارد. مين؟ هناخد ده لوحده وده لوحده، ساعتها هتلاقي الجدول اللي موجود عندك اتحل خلاص من غير ما نقعد نقول كلام، بدل ما نمشي بالعرض. لو بدات اشرح في الجدول كان انت دخلت في النوعين مره واحده، فانا سبتهم. هناخد لسه هتقيس كده كونجنيتال لوحده، سيناين لوحده، وبعد كده هتلاقي نفسك الجدول نرجع له فلاش باك، هتلاقوه بقى سهل جدا. في كمان كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا سايت. بنقسم على حسب مكان الكاتركت. ممكن الكاتركت او الاوباسيتي يعني تكون انفولفنج الكبسول، انا اسميها كبسول الكاتركت، او ممكن تكون انفولفنج الكورتكس، او ممكن تكون انفولفنج النيوكليس. اذا ده اكوردنج تو ذا سايت. في كلاسيفيكيشن ثانيه مش مهمه، لكن الاهم طبعا ده اللي هنمشي على اساسه اللي هم ايه؟ اكوردنج تو ذا ايج. يلا بقى نبدا اول نوع لوحده، كونجينيتال كاتركت. كونجينيتال كاتركت يا جماعه باي ديفينيشن هو لينس اوباسيفيكيشن ديتنج سينس بيرث اور شورتلي افتر بيرث. اي طفل هيتولد فروم داي 1 اللينس بتاعته اوبيك او بعد الولاده بقليل هو ده اسمه كونجينيتال. ايتيولوجي على فكره الايتيولوجي اللي هنقولها دلوقتي مع بعض من غير ما نبص في الكتاب، مش عايز تبص في الكتاب بص لي هنا. لو انا جيت قلت لك قول لي يا دكتور اسباب الكونجينيتال كاتركت، كونجينيتال اير ديزيزز، كونجينيتال ليفر ديزيزز، اي كونجينيتال ديزيز على الاطلاق، هي مش هتطلع اسبابها بره الخمسه على فكره لو فكرت بعقلك. طالما كونجينيتال انوملي يبقى ايه الاحتمال الاولاني خالص؟ عوامل وراثيه جينيتك مش كده؟ هيرديتري فاكس او مشاكل حصلت لمين بقى؟ طالما انت بتتكلم على عيل صغير لسه مولود، تبقى اثناء البريجننسي مش كده؟ هي ما اتغذتش كويس، يعني مال نيوتريشن، يعني عندها نيوتريتيف ديفيشنسي، بعض الاليمنتس المهم، يا اما اتعرضت للراديشن او خدت دراجز ممنوعه، طبعا حاجه اسمها التراتوجينيك دراجز. والاخطر اي ترايمستر؟ الثالث ترايمستر. اذا يا اخي تناولت ادويه محظوره عشان يا تعرضت لاشعه ضاره، عشان كده لما بيجي لنا حوادث في القصر العيني اول سؤال لو حتى فيها ست لازم نتاكد اذا بريجنت ولا لا، لان التعرض مره واحده الاكس راي مره واحده بس ممكن تبقى تراتوجينيك على الاطفال، على الولد او على الجنين لو هي حامل. فاذا اكسبوجر للراديشن. اخيرا سبب خامس انتراتراين انفكشن. حد عارف ايه اشهر انتراتراين انفكشن بيحصل في البريجننت فيميلز يعمل التراتوجينيستي؟ اشهر هو في حالات كتيره ممكن تحصل، بس مين اشهرهم يعني ومنتشر؟ نوع من الروبيلا، جيرم ميزلز طبعا دي معديه جدا، عشان كده لما بيظهر انا كده فتره فيها جيرم ميزلز يقول لك لا الستات بقى الحوالي ما تطلعش من البيت خالص، لا تروح مولز ولا تروح سينما ولا تتحركش، لانها لو جالها لقطت خلاص. ماسيف كونجنتال انوم. طيب اذا ايه الخمسه تاني؟ الخمسه اللي ينفعوا في اي تخصص هنعدي عليه بقى. هيرديتري فاكتورز، مال نيوتريشن، اكسبوجر لحاجه من اثنين، يا دراجز يا راديشن، انتراتراين ايه؟ انفكشن. يلا خد رايكم برضه، يلا. ايه رايكم؟ المور كومن لما تقابل عيل عنده كونجنتال كاتر يبقى يوني لاترال ولا باي؟ يوني ولا باي؟ دايما باي؟ ولا المور كومن باي؟ هو ده اللي على الام سي كيو بقى. كومنلي باي لاترال. وطالما قلنا كومنلي باي لاترال يبقى ما نفيناش ان في بوسيبيليتي اللي بقى ايه؟ وده اللعب يديك معلومه كده يقول لك the following is height allowed congenital cataract except commonly bilateral rarely bilateral always bilateral. هي بقى بص الكلمه كلها اللعب كله في الكلمه اللي قبل bilateral. طبعا هتختار مين؟ لو انتوا عايزين incidence مظبوطه بقى انت عارف معلومات زياده، 75% من حالات الكونجنتال باي، 25% يونيك. وبالمناسبه ده حال اي congenital anomaly في اي organ في منه اثنين، two ears two lungs كده،
غالبا بيكون بايلاترال اللي هيجيبه في واحد بس. طيب تفتكروا الجولز بتاع الديزيز المور كومن بما انه كونجنتال يبقى بروجريسيف ولا ستيشنري؟ فكر بقى علينا يعني ايه الجولز؟ يعني لو انت سيادتك اتولدت وليكن عندك اوباسيتي حته كده او بيت في اللينس، ايه رايك بعد 10 سنين الاوباسيتي دي هتنفش تزيد يعني ولا تفضل نفس الحجم؟ اي كونجنتال انوملي المور كومن يبقى ستيشنري. المنطق بيقول كده. اصلا هو ايه اللي جاب ده اصلا؟ انسلت حصل لمين؟ للام. مشكله حصلت للمدر. طب الولد اتولد هو لسه مرتبط بامه ولا معتمد على نفسه دلوقتي؟ طلع بره الاتموسفير اللي جاب له المشكله دي. فايه اللي يخلي الباثولوجي يزيد؟ المنطق بيقول ان الباثولوجي مش هيزيد. اذا المور كومن ايه؟ ستيشن. اوعى تنسى ان البني ادم ده كائن فيه اعضاء اخرى غير العين، يعني في دكاتره تروما للاسف بيتعاملوا على البني ادم على انه عين بس. لما يجي لي طفل في العياده عنده كونجنتال كاتراك، زي ما بفكر ازاي اخليه يشوف، لازم افكر على طول ان اللي جاب له كونجنتال كاتراك وارد جدا يكون جاب له كونجنتال انومالي في اماكن ثانيه. فلازم اعمل له ريفيرال، احول دكتور اطفال اقول له اسمح تدور على اذر كونجنتال انومالي عشان على الاقل كان عنده هارت انومالي، ليفر انومالي، كيدني انومالي. مش بس عشان مصلحه البيشنت، عشان مصلحتك انت كدكتور، ما انت عشان تشيل له الكاتاراكت لازم تعمل له عمليه. وعمليه يعني جنرال انستيزيا، ده ممكن يموت منك وتروح انت في 60 داهيه. فاذا عشان تحمي نفسك لو انت ما تدورش على مصلحه العيان ما عندكش الكونسبت ده، لازم تبعته لدكتور اطفال يدور لك اذا كان عنده مشاكل صحيه اخرى. اذا كاركترز ثلاثه مهمه قوي: كومنلي بايلاترال، كومنلي ستيشنري، commonly associated with other congenital anomalies. يلا بقى نبدا نشوف التايب. اول نوع عندي يا جماعه نوع اسمه anterior polar cataract. بص الرسمه العجيبه دي، كلنا كنا كده في يوم من الايام. حلو، كلنا كنا كده كده مالنا يعني. كان ايه الوضع يعني؟ عايز اقول ايه بالرسمه؟ عايز اقول ايه يا جماعه؟ الايز واللينس الاثنين لامسين في الكون كده يعني. ما كانش عندنا انتيريور تشامبر، تشامبر اللي هي المسافه بين مين ومين؟ المره الثانيه بقى الكورنيا. ما كانش عندنا اصلا. ايه ده؟ هو ايه اصلا اللي عامل المسافه ما بين الكورنيا والايس؟ فاكرين المره اللي فاتت لما قلت لكم العين بنسميها اي بول، كوره؟ الكوره سيادتك لما تروح تشتريها من محل ادوات رياضيه يجيبها لك من المخزن متطبقه، يعني ما فيهاش هوا، كامل منفاخ، يقعد ينفخ تلاقي الكوره خدت الفوليوم بتاعها والشكل بتاعها. سيادتك عينك كانت كده ديورنج انتر تراين لايف وهي في المخزن، ما فيهاش اللي بيعمل مسافه ما بين الكورنيا والايس اللي هو مين؟ هو ده يجوز؟ ينفع؟ ينفع؟ ينفع الايكوس المهم قوي ده اللي بيجذب اللينس ما يكونش موجود ديورنج انتر تراين لايف؟ الوضع ايه؟ ينفع؟ ينفع ليه؟ عشان في بديل منطقي الكلام، في ارش مش كده؟ اهو كان موجود هنا اسمه ايه ده؟ يبقى مش محتاجين ايه؟ كلنا كنا كده. مع لحظة الولادة لازم ده يمشي، يبقى لازم مين يظهر؟ عشان كده لو سيادتك عندك طفل لسه مولود في العيلة النهارده، روح بص على عينه، هتلاقي الوضع بقى كده. يعني بدأ يبقى فيه سبيس، بس لسه ايه؟ ده دليل ان الايكوس لسه في المراحل الأولى، يعني لسه السيباريشن يا دوب حاصل دلوقتي، وهيحصل فروم داي 1. في بعض الناس بقى الايكوس بيتلكع ما يطلعش في معاده، فالكونتاكت ده يطول. يعني الطفل اتولد مفيش ايكوس،
فالكونتاكت بين دي كورني اند لينس يبقى برولونجد. وهو اي جزء من اللينس هيلمس الكورني بالمنطق كده، كل اللينس ولا سنتر بس سنتر بس، لان الاطراف بتاع اللينس مستخبيه ورا مين؟ ورا العكس. يعني اذا واضح ان اللي هيتلامس فعليا مع كورنيا هو السنتر اللي بنسميه الانتيرير ايه هول. هذا الكونتاكت اللي هيطول هيعمل اريتيشن للابيثيليوم اللي احنا قلنا عليه، احنا قلنا الابيثيليوم بقى نيجي اثير كبسول. قاعده حطها بقى حلقه في ودنك، اي ابيثيليوم في جسم حضرتك هيتعرض لاريتيشن هيرسبوند دايما بطريقه واحده بس لهذا الاريتيشن، هيبروليفيريت. إذا الإبيثيليوم ده كده نتيجة الكونتاكت بـ irritated هيبدأ يبروليفريت، يبدأ يعمل abnormal opaque cells، يعني يتكاثر يعمل سيلز غير طبيعية opaque at which calcium deposit، يعني كالسيوم كمان لونه أبيض هيزود الطينة بلة ويجي deposit أهو المنظر يطلع كده في الآخر. إذا لما تتسأل يعني إيه anterior polar cataract هتقول لي disc shape white opacity. خلي بالك الأوباس دي عملوها ايه؟ وايت كده تسمي كاتراك المايه البيضاء، ها؟ وايت أوباس at the center of anterior cells. يقول لك يا دكتور ايه تفسير هذه الأوباس؟ ليه بتحصل؟ تقول لي delayed formation of aqueous humor which lead to prolonged contact between the cornea and the lens which causes proliferation of anterior subcapsular epithelium which forms opaque cells at which calcium deposits. كده خبطك السؤال التاني في وشك على طول. يقول لك يا دكتور انت دلوقتي ينفع يجي لك anterior polar cataract؟ اول ما تلاقي الاجابه المنطقيه جت على بالك لا، قول اه ربنا يسهل على طول. لا على فكره مبدا مش عارف حاجه، اول ما تحس اصل هو السؤال لو لا الاجابه فين السؤال يعني؟ اكيد في حاجه غلط بالمنطق مش كده؟ بس يقول لك انت ينفع؟ اه ينفع. وانت في سنك ده تمسح الاورال في سنه رابعه ينفع؟ اه ينفع. ما اصل هو الراجل طلع ذكي، الاستاف طبعا سالك قال لك ينفع يجي لك انتيريور بولر. ما قالكش ينفع يجي لك كونجنيتال انتيريور بولر. يعني واضح ان في حاجه اسمها اكوايرد انتيريور بولر. يلا نظريه الكوره مش نظريه رمض ولا طب خالص. الكورة كانت متطبقة امتى لمسة بعضيها؟ وهي جاية من المخزن لسه جديدة ما استعملناش. طب اتنفخت ينفع؟ تاني؟ امتى؟ اتهربت الحمد لله على السلامة. ايه ده يعني ينفع سيادتك يجيلك انتيري بولر كاترك؟ قول له ان شاء الله. امتى يا دكتور؟ لما يحصل لي كده سنترال كورنيال بيربوريشن. واحد بيلعب مع اللي جنبه بسن قلم، ازاز نظاره لا قدر الله اتكسر، عمل سنترال بيرفوريشن، مين هيخرج؟ ولما الايكوس يخرج مين هيلمس؟ اول ما الايكوس يخرج الايرس واللينس الاثنين يلمسوا الكورن. وهنا عندي احتمال من اثنين، يا العيان يطير جري على المستشفى فيبقى جاري ويزن اوتس فاكتشف ان الكورنيا بتاعته مفتوحه اذكره عمليات جنرال انستيزيا اخد سوتشر اقفل الكورنيا، وطالما قفلت الكورنيا الايكوس يبدا يتجمع فاللينس والكورنيا يبعدوا عن بعض بسرعه كده خلاص الموضوع خلص. لكن لو العيان اتلجع كان في قريه وراح لدكتور جي بي ممارس عام ما يعرفش حاجه عن الرمد قال له خد الاسره دي فضل نايم على ودنه يومين ثلاثه يبقى كده حصل كونتاكت وكمان طول صح؟ وطالما طول الابيثيليوم يبقى irritated، وطالما irritated يبدا proliferate، وطالما proliferated يبدا opaque cells وكالسيوم يعني opacity. ساعتها اسميها ايه دي بقى؟ acquired او traumatic anterior polar. السؤال الاولى اللي وراه على طول يقول لك طب لو عندك طفلين واحد مولود كده congenital والتاني اخوه بيلعب معاه خبطه في عينه يعني acquired او traumatic. شوف السؤال ما قالكش تفرقهم ازاي وخلاص وسابك، لا ده قال لك طفلين عشان يحيرك. هو لو حد كبير سنه كبير خلاص ده اكيد acquired. تقدر تفرقهم من بعض؟ نمبر 1 خالص من الاول خالص قبل ما تفحص الولد اللي بتسمعه ايه ده اسمه هيستوري مش كده؟ الام هتيجي تقول لي ايه؟
ده خبر وعينه احمر هيستري تروما اند ريد اي، يبقى ده اي نوع؟ اكواير لو سمحت. لكن الثانيه تقول لي لا ما حدش يجي جنبه هو الولد كده صح؟ الحاجه الثانيه السايد البايلاترال غالبا ده ايه؟ ريد. لكن التروماتيك غالبا ايه؟ يعني انا شخصيا ما شفتهاش في الكارير بتاعي كله ان حد يعمل لي اثنين يتفقوا في نفس اليوم. زي ما هو اسهل بقى خلاص ده نحس يعني صعب قوي مش كده؟ طيب الحالة الثالثة الأهم ليه أهم؟ هو الهيستوري أقدر أبني عليه تشخيص أكيد؟ ممكن الأم تكون شافت الولد ولا فين؟ تكون نيجليجنت مهملة جدا. هل السايد أقدر أبني عليه تشخيص؟ إحنا قلنا في بوسيبيليتي إن كونجنيتال يبقى يوني لاف. إيه بقى الفرق اللي ما فيهوش هزار؟ الدليل هو أنا عشان أوصل إن أنا أعمل تروماتيك يبقى لازم أعور مين؟ ايه رايك لو الكورنيا فيها سكار مش هقدر احلف دلوقتي ان ده اوتوماتيك؟ اذا الكورنيا سكار او سايد اوف انفي ده حاسم نكتب كامبو في اي بي ده اهم فاكتور. اذا الدليل ان الكورنيا اتلمست لو الكورنيا فيها سكار سايد اوف بيرفوريشن اذا ده ايكوال اوتوماتيك. لكن لو الكورنيا كلير يبقى ده اكيد ايه؟ كونجن. ما هو ده كلينيكال بيكتشر بنتكلم على بتاع لسه هقول لك بقى ده اللي هنعرفه السامبتومز. الام اللي هتيجي تقول لي مش انا اللي هو هو ده اللي بيجي اصلا مين اللي هيقول لي الام؟ عارف ازاي هنعرف بقى؟ النوع الثاني يا جماعه اسمه posterior polar cataract. واضح من اسمه المره دي الكاتراك فين؟ ديس شيب اوباسيتي وايت ديس شيب اوباسيتي فين؟ عند السنتر اوف سليب كابسول. واضح التفسير هنا ليه علاقه بمين بقى؟ طالما هنا الاوباسيتي المره دي لان في الكوره كاتر المره دي هنا مين اللي كان موجود في المكان ده اصلا؟ مين اللي كان دايما هنا؟ الهايلايت ارتري. الهايلايت ارتري اللي كان المفروض يختفي لو اختفى من كل مكان الا الجزء اللي ماسك هنا هيصير لي بيرمنت سكار بيرمنت اوباست. اذا بيرزيست ريمانس اوف هايلايت ارتي هو ده تفسير البوستيريور بول. وهنا في سؤال مهم جدا مين هيأثر على الفيجن اكتر؟ يعني مين نظره هيقل اكتر؟ الطفل اللي اتولد عنده بوستيريور بول ولا الطفل اللي اتولد عنده بوستيريور بول؟ بليز محدش يجاوب اديني فرصه دقيقتين ثلاثه بس اقول لكم على معلومه بعد كده بعد ما تعرف المعلومه اجابتك هتبقى اون بيز هتجاوب صح عشان تقدر تعرف مين هيأفكت الفيجن مول. خليني اقول لك ده لو ده الاوبتيك نيرف ونفترض ان دي الماكيولا. ماكيولا مركز الابصار مقوله العين ده اهم واغلى جزء في الرجل. ده الجزء اللي انت بتشوف فيه الرؤيه الواضحه، انت شايف كل حاجه كده الوان وعارف تقرا كلام وشايف اشكال كويس بالماكلة فقط. مش في اي حاجه ثانيه في الرئه. عايزين دليل؟ تعال نعمل تجربه بسيطه عشان نتاكد ان هو جزء واحد فقط في الرئه اللي فيه. يلا يا دكتور. اقرا الكلمه اللي بعد اذنك. بول. حلو قوي. خليك بص عليها. ما تشيلش عينك من عليها. هو كده شايف كلمه بول. انت في نفس الوقت من غير ما تحرك عينك شايف كلمه هنا صح؟ لا وانت هنا شايف حاجات هنا. لا انا عايز واحد الفيل بتاعه سليم. لا انت شايف صدقني والله شايف. طيب بس مش عارف تقراها. انا بقول لك عارف تقراها ولا لا؟ شايفها ولا لا؟ بس مش عارف يقراها رغم ان هو شايف يعني جاي عليا انا لكن مش عارف يقراها. لازم عشان تقرا كويس الكلمه او الاوبجكت يكون على الماكيولا مركز الابصار. اي حته ثانيه في الريتنا غير الماكيولا يمكن نقدر تحدد التفاصيل اللي انت شايفها. طيب بص معايا بقى لو انا خدت لاين قسم الكورنيا وقسم اللينس وقسم الريتنا الى نصين ده هسميه اناتوميكال اكسس. هسميه ايه؟ ده قسم ايه تاني؟ كورني لينس ريتنا. خدت لاين تاني كونكتنج الماكيولا تو ذا اوبجكت اوف ريجارد الاوبجكت اللي سيادتك بتبص عليه ده هسميه الفيجوال اكسس. يلا تعالوا نشوف الفيجوال اكسس. ايه
خدت بالكم ان الاثنين اتقابلوا مع بعض؟ اذا اناتوميكال اكسس فيجوال اكسس بي انترسكت ويز ايتش اذر، بيتقابلوا مع بعض في نقطه اسمها النودال بوينت. النودال بوينت دي ليها سيجنيفيكانس مهم جدا. بص بقى النودال بوينت دي بتعمل ايه؟ كل الريز اللي بتقع على عينينا عشان توصل لرتنا لازم تعدي من خلال هذه البوينت. يعني هي البوابه اللي بتوصل الريز لرتنا اصلا. بصوا معايا اللي هعمله ده. دي ريز، الاف الريز اللي بتقع على الكورنيا بتاعتي. كام لمبه في الاوضه؟ كل لمبه واحده بتطلع كام راي؟ كل ده واقع على الكورنيا اهو. كل ده لازم يروح لمين؟ عشان يوصل للرد. يلا يلا بقى نحط التو باسز اللي بنتكلم عليهم. ها نحط الاول الانتيري كولر. يلا ديسك شيب اوباستي هنا اهو. يلا نحط التليفون ديسك شيب اوباستي هنا. مين اللي منع ريز اكتر؟ مين اللي قطع الطريق اكتر؟ اظن الرسمه واضحه بتتكلم مش كده؟ اذا كل ما الاوباستي قربت من البوستيريور كبسول او عند البوستيريور كبسول يعني بقت كلوز تو ذا نودال بوينت، كل ما عملت انتربشن لمور ريز وبالتالي الفيجن يقل جدا. عشان كده احنا شفنا ان التليفون باي ذا واي نظام 6 على 6 متخيلين؟ بس الريز عماله تعدي من حواليها مفيش مشكله، يعني تمنع ريز قليله قوي، مناظر كويس جدا. يعني اذا الفيجن ممكن يبقى ان افكتد لو قلت له، لكن دافنت هيكون ماركتلي ريدكتد، يعني قل قوي لو كان ايه؟ بص له فوق. اذا ده سؤال اورال مهم قوي. ويتش تايب ويل افكت فيجن مور؟ دايما اجابه حضرتك بوستيريور بولر ويل افكت فيجن مور بينج نير تو دي نودال بوينت. ثاني كلام. النوع الثالث. طريقه من الاثنين اخد فيهم سكشن في اللينس. قلت لكم اللينس اهي عامله كده.
لو خدت سيكشن انكل بوستيريور كده يبقى هتطلع دايما راسنا كده، لانك تاخد صباع من هنا وصباع من هنا. لكن ايه رايك بقى لو خدت سيكشن كده كده يعني عند الايكويت، ساعتها هلاقي اللينس بتاعتي دايره عند الادج، ويبقى الابيثيليوم ده هو الابيثيليوم اللي لايننج الايكويتور. شو هنا في السكشن ده يبقى هم من ناحيتين بس، لكن كده لما اخد سكشن عند الايكويتور يبقى الابيثيليوم داير ما يدور. بصوا القصه دي بقى. احنا باي ذا واي كمان عرفنا ان الكالسيوم از ان اسينشال اليمنت لهذا الابيثيليوم عشان اصلا يقدر ينزل انتاج كويس، انتاج كويس يعني ينزل كلير فايبر. طول ما في كالسيوم الابيثيليوم ده هينزل كلير فايبرز يصنع فايبرز مظبوط. تخيلوا لو ست حامل بريجننت قررت انها مش هتروح لدكتور نساء اولادها تتابع معاها الحمل. هل هسال بقى الناس اللي حملوا قبلي من عيلتي من قرايبي وخلاص، ولا اروح وقت الولاده حد يولدني وخلاص؟ بدات تاخد معلومات من هنا ومن هنا، ما حدش قال لها انها لازم تزود الانتيك والكالسيوم. فالكالسيوم عندنا في الدم بدا ايه؟ يقل. وبالتالي الكالسيوم اللي راح للفيتس بدا يقل. وبالتالي هذا الابيثيليوم فجاه كده مش لاقي كالسيوم. طالما ما فيش كالسيوم يبقى هيبدا يصنع اوبيك فايبرز. قاعد يصنع اوبيك فايبرز وفيك فايبرز، قال يرمي فايبرز مش مظبوطه اوبيك اوبيك اوبيك، لغايه لما فجاه الام خدت بالها. خدت بالها ازاي يعني؟ خدت بالها ان عين الولد اللي جوه بطنها بتنزل جوه العدسه فايبرز اوبيك؟ اكيد لا يعني. بدا يجي لها الام مبرحه في عظمها سيفير بوني ايكس. ليه؟ لما الكالسيوم بيقل قوي بنبدا نسحب كالسيوم من المخازن من البوم. الموضوع ده اسمه كالسيوم ريزولفشن، ده فيري بينفول. فبدا يجي لها الام مبرحه، بتاخد مسكنات وطبعا ادويه معينه بس مسموح بيها اثناء الحمل. بدات تحس انها يعني الموضوع بيزيد مش بيتحسن، اضطرت بقى تروح للدكتور. دكتور الناس قال لها انت متخرجه ما بتاخديش كالسيوم ازاي؟ بدا يكتب لها اقراص كالسيوم مركزه، وبدا الكالسيوم ايه؟ ولما الكالسيوم بدا يظهر بدا يوصل لهذه السيلز، فبدات تصنع انتاج ايه؟ كلير. والكلير هينزل فين؟ كلير بين الجديد يعني بقى بينزل فين؟ البريفري. واحنا اتفقنا البريفري لما ينزل فيه كلير يبدا يزوق الاقدم اللي هو كان اوبيك، ده اللي يفسر لك ليه الديسك بقى فين؟ اذا عندنا موجتين، الموجه الاوليه مفيش كالسيوم فالتصنيع كله اوبيك، الموجه اللي بعد كده كلير فايبرز فزقينا الاوبيك في النص. ده تفسير اشمعنى الاوباسيتي السلبي. طب ليه بقى في بروجكشنز كده؟ ايه رايكم يا جماعه احنا لو كلنا جالنا دور بند بنفس نوع الفيروس وخدنا نفس العلاج كلنا هنخف في وقت واحد؟ مستحيل. تلاقي واحد نام في بكره، واحد بعد ثلاث ايام، واحد بعد اسبوع. ده بالظبط بالظبط اللي هيحصل لما الكالسيوم بدا يظهر، لما الام خدته زي السيل دي ودي خدته بداوا ينزلوا قدامهم هنا يعني انتاج كبير، لكن دول لسه فاستمروا ينزلوا اوبيك فايبرز. دول حلوين كفوا بداوا ينزلوا كلير فايبرز، دول لسه بينزلوا قدامهم اوبيك فايبرز. هنا يعني ثلاث موجات بالترتيب. اول موجه من التصنيع فايبرز كلها ايه؟ اوبيك. الموجه اللي وراها فايبرز مشكله شويه كلير وشويه اوبيك. سونر اور ليتر كله ايه؟ كله هيخف، كله كلير. تعالوا نشوف. بص بقى الرسمه اللي برسمها دلوقتي، وليكن هنا حته اوبيك، هنا فاضي كلير يعني، هنا اوبيك، هنا فاضي، هنا اوبيك. شايفين ازاي الموجه مشكله؟ على حسب مين السيلز اللي خفت ومين ما خفتش. حوالين ده من بره بقى بص الصباع بيلف فين؟ شايفين؟ هيبقى كله كلير. كل ما ينزل كلير يبدا يزق دول يلزقهم على الديسك. فلما يلزقوا على الديسك النتيجه النهائيه يبقى الرسمه اللي انا رسمتها. ايه ده؟ طب ده سؤال اورال. هو هيجي في الاورال يقول لك قول يا دكتور تفسير اللامينا. تقعد تقول له اصل الام كانت حامل وما خدتش وقالت وبعدين اصل لا احنا عايزين جمل ساينتفك قصيره تو ذا بوينت. هتقول لي كده تفسير الاوبيك ديسك كالسيوم ديفيشنسي. مفيش كالسيوم، هو ده اللي خلى الفايبرز اصلا تصنع اوبيك صح؟ طب تفسير الرايدرز او البروجكشنز. طب مش جود قول ذا ابيثيريال سيلز ريكفر ات ذا سيم تايم، يعني مش كله ايه؟ بس
بس هو فاهم انت بتقول ايه. اذا انا بقول not all epithelial cells will recover at the same time. اذا هم دول الاجابتين اللي انا مستنيهم منك في الاورال. فهمتوا يا مالك؟ اخر نوع بقى الاسوأ، وانا اوريكم الصور ونمشي. اخر نوع اسمه توتال كاتاراكت. ده البني ادم الاتعس حظا بقى. ده طفل هيتولد للاسف، بص الاوباستي عامله ازاي؟ طوبه قافله اللثه كلها من اولها لاخرها. طبعا الولد ده بيتولد بوتنشال بلايند، مش شايف حاجه خالص، مش هي دي الكارثه. المرة اللي جاية إن شاء الله لما هاجي أكلمكم بقى على الكلينيكال بيكتشرز بتاع كل الأنواع دي. والتريتمنت وأوريكم العملية إزاي بنعمل عملية كاتراكت، أوريكم عملية الأكشوال تايم بتاعها 9 دقايق و59 ثانية، يعني 10 دقايق بنخلص العملية بتاعتنا. فإذا كاتراكت بالنسبة لنا نقطة بيج ديل، بنخلصه في 10 دقايق والولد أو البني آدم بيشوف تاني. فإذا المشكلة مش في الكاتراكت. هذا النوع اللي اسمه توتال كاتراكت رابع أنواع الكونجنتال غالبا بيكون السبب وراه انترايترايت انفكشن باي روبيلا فايروس. وهذا الفيروس اللعين بيعمل حاجتين، ماسيف هارت انوماليز. فالولد اللي انت نفسك تعمل له العمليه اللي بقول لكم عليها دي، عشان تعملها لازم اندر جنرال انستيز، تلاقي دكاتره التخدير بيهرب منك يقول لك ده هيموت، ده انا مجرد ما هبندله هيروح مني، ده قلبه بايظ. اذا هنا انت اصلا عندك مشكله انه ينام اساسا. ولو دكتور تخدير كده قلبه ميت قال لك اوكي، هيمضي اهله على هاي ريسك كونسنت. فالاب او الام يمضوا انهم يعلموا ان حاله القلب حاله خطيره، وان حياه الولد في خطر، انه غالبا مش هيعدي. فحياه الاب او الام يمضوا على كونسنت بالمنظر، يعني غالبا ما بيقومش. دي اول مشكله. المشكله الثانيه، لو اتبنج الفيروس اللعين الروبيلا يفضل عايش دورمنت جوه لينس for 2 to 3 years، مستني حضرتك تعمل العمليه. لانك لما تيجي تعمل العمليه الكبسول دي حاجه زي السوليفان، فاضعف اي نفخه اي لمسه تضربها. وانس انها اتقطعت الفيروس بينتشر، يروح لكل مكان في العين، ايرس، سيليري بادي، ريتنا، تعمل حاجه اسمها فايرال اندوثالمايتس. خد بالك ثالمايتس ده العين كلها والعين تروح. ايه ده يعني؟ هو ده ما كانش شايف من الكاتراكت ومش هيشوف من الانفكشن اللي هيغطي كل مكان في العين. طبعا اللي هيجي على بالك طب ما نستنى بقى لما الفيروس ده يغور في 60 داهيه، ما هو سنتين ثلاثه وهيروح. ما ينفعش. ده انا لازم اعمل عمليه خلال اسابيع والا الفيجن ده مش هيتحسن اصلا. وهنعرف الكلام ده الدرس اللي جاي على طول. اذا الولد ده مزو ما بيشوفش، مش عارف تبنجه، ولو بنجته عينه في خطر. طبعا الاهل هيمضوا على اقرارين، اقرار تخدير علشان حياته لو راح ما حدش هيحاسب الدكتور، واقرار دوت عشان لو عينه راحت ما يحاسبنيش لان الفيروس عنده دور. فتخيل مأساة. تعالوا اوريكم صور عشان نشوف اللي احنا عملناه النهارده. في الحقيقه انا هعمل خطوه كده غريبه شويه، اوريكم الصوره ادفانس قوي، مش وقتها في الحقيقه، في اول درس في السنه، لكن هنحاول نوصل عن طريق يعني نخبط راسك في الدنيا شويه. بص يا جماعه، قبل ما ابدا اوريكم الصوره خليني بس اقول لكم كلمتين كده عشان تفهموا احنا هنشوف ايه عشان ما تعقدوش. احنا الجهاز اللي بناخد فيه صور للاجزاء الانترا اوكيولر اللي جوه العين، عين بتاعتنا صغيره قوي، جهاز بيكبر حجم العين من 10 ل 16 مره، اسمه سليت لام. سليت لام بالعربي اسمه مصباح الشكري. ليه بنسميه سليت لام؟ الجهاز ده فيه اوبشن انك تخلي الضوء بتاعك سليت، خط من الضوء. انتوا عارفين يا جماعه اي ضوء بيعدي على اي ترانسبيرنت سيرفيس بيبقى ريفلكتد على هذا السيرفيس. والدليل الناس اللي قاعده قدامي هنا لو بصوا على عينيا هيشوفوا صور للمبه النيون دي على عينيا. اذا اي نور بتنور بيه على اي عين، زي ما النور بيعدي من خلال الكورنيا وبيعدي من خلال اللينس، جزء من الضوء بيبقى ريفلكتد على الكورنيا وعلى اللينس.
انا هنا خليت الضوء بتاعي عامل ازاي؟ سليب خط. فهذا الخط من الضوء هيبقى ريفلكتد على الكونيا وعلى اللينس. فاذا لما اجي اخلي الضوء بتاعي وليكن زي القلم كده واقع على عيني باليمين كده، اول سطح هيبقى ريفلكت عليه هو مين؟ الكونيا. وبعدين يبقى ريفلكت على الايريس اند لينس. ايريس اند مين؟ بس هو ايه الجزء في اللينس؟ الانتيرو سيرفس. لان الايريس ساند على الانتيرو سيرفس. فاذا اول ضوء، اول ريفلكشن للضوء سيادتك بتشوفه وليكن كده، ده ريفلكشن على مين؟ على الكون. تاني ريفلكشن للضوء على حاجه لونها بني ايريس كده. وبعدين يبقى احنا نكمل لك كده، يبقى مين ده؟ اللينس. والفرق ما بين النور ده والنور ده هو ايكوال للانتيرو تشامبر. الريفلكشن بتاع الضوء هنا. طب اخر ريفلكشن للضوء، اخر ريفلكشن ده يبقى ده مين؟ البوستيريور كبسوله تلانس. خد بالك، وكان الضوء بيعمل نفس الرسمه اللي احنا رسمينها دي. كورنيا ايريس، شفت ازاي؟ يبقى اول ريفلكشن فين تاني؟ كورنيا. تاني ريفلكشن ايريس اند مين؟ انتيرو سيرفس. اخر ريفلكشن مين؟ ده انت كمان احتمال تشوف ريفلكشن كده هنا وهنا. يبقى دي النيوكليس مش كده؟ يعني اذا دخلت بالك جبل السيتلان ده كانه بياخد سكشن في الاخر. تعالوا بقى نشوف الكلام ده، ابلاي الكلام ده عشان في الاخر نقدر نطلع الانواع اللي انا شرحتها بتاعكم. طبعا اللون البني ده مين؟ يبقى دي بيوبل. يبقى هنا اكيد مين؟ خدوا بالكم الضوء مش منور العين كلها، احنا بنلاقي الضوء ايه؟ خط. يبقى اول ريفلكشن ده على مين؟ والريفلكشن على البني ده مين؟ وتكمله الضوء يبقى ده اكيد الانتيريور كبسول صح؟ نهايه الضوء فين؟ شايف النهايه خالص، بص بص بقى فين؟ يبقى ده الانتيريور كبسول. والجزء الفيوزي فورم ده يبقى ده السنتر النيوكليس. ايه رايك بقى؟ كده هنا ده ايكوال انتيريور تشامبر ديبس، المسافه من النور ده للنور ده مش كده؟ ما هي دي المسافه بين الايريس ومين؟ والكورنيا. اذا دي الكورنيا، ذا ايريس، انتيريور سيرفيس، بوستيريور سيرفيس، نهايه الضوء. خدتوا بالكم من حاجه وانا ماشي بصباعي؟ ايه رايك الانتيريور سيرفيس طلع عليه سكابل ولا لا؟ وده بوستيريور سيرفيس، ده احنا قلناه في اناتومي. ايه رايك بقى لو الاوباستي بتاعك ايه هنا؟ دي كده انتيريور كولر. طب لو الاوباستي هنا؟ طب لو ديسك طلع منه شعاع شمس كده؟ ده اللي بقى شفت ازاي انا بقدر احدد مكان الاوباستي؟ يلا نلعب اللعبه. اجيب سوبر كونجنيتال وتقول لي انتوا شايفين انتيريور كولر ولا شايفين بوستيريور كولر ولا لاميلر؟ يلا واحدة واحدة ما نستعجلش. الريفليكشن الأولاني خالص حاجة ليها لون اهو هنا وهنا صح؟ وبعدين نكمل كده فين؟ طالما تكملت اللون الملون ده نور يبقى ده انتيريور كبسول. ايه رأيك؟ في ديسك في النص ولا لا؟ يبقى ده فرصة انتيريور كبسول صح؟ يبقى دي ايه؟ مقتنعين؟ مين مش مقتنع؟ حلو الكلام. علشان انا عايز اشوف، ما هو انا على فكره ما هو ده اوبشن في كاد. انا لو فتحت الدرام شويه يعني وسعت البيم يبقى منور الكورنيا كلها، ساعتها مش هاخد سكشن فجاي بص عليه المواجهه. فانا انا على حسب انا عايز اعمل ايه. بالظبط. بص الصوره اللي جايه. الصوره اللي فاتت. اللي فاتت حاضر رجع لها تاني. اللون الابيض اللي قدام، اللي قدام الانتيريور كولر. حلو. بصي دي بقى ريفليكشن زياده للضوء. ما ده ريفليكشن، ده ريفليكشن، ده ريفليكشن، ده ريفليكشن. ماليش دعوه بيه، انا ليا دعوه باخد ببص على الريفليكشنز اللي واخده شكل الضوء نفسه اللي هو شكل السليت. بيبقى في ريفليكشنز زياده ماليش دعوه بيها. طيب بصوا معايا الصوره اللي جايه. واحده واحده تاني. اول ريفليكشن اهو. ده مين؟ كور. واحده واحده. اللون ده كورني تكملته كده. نهاية الضوء فين؟ شايفين لو فاشل فين؟ دي بقى لو كانت هنا كانت بقى الانتيريور كولر الكلام عليها من شوية، لكن دي ورا قوي صح؟ يبقى دي ايه؟
فهمتوا الفكرة؟ ها كله تمام؟ كله معايا؟ يلا روح النوع بقى الكاركترستيك اللي مش محتاج كده اصلا. النوع اللي مش محتاج اعرف مكانه فين؟ يعني قدامه ولا في النص ولا ورا؟ اللي هو لاميلا، لان مفيش حاجة شبهه. ديس طالع منه عصيان. أظن يعني حاجة كأنها مرسومة مش صورة، بحس إنها مش دي صورة على فكرة. ادي حدود البيوبل، موسعين البيوبل على الاخر. ادي اللينس، اذا اللينس قفل المكان ده كله على فكره. والطبيعي ان لو اللينس قفل المكان ده وكلير يبقى البيوبل كلها لونها ايه؟ اسود. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الحته دي كلها كلير. واذا الاوباستي فين بس؟ في السنتر، واخده شكل الديسك مش كده؟ طالع منه ايه؟ بروجكشنز. مش لازم كده على طول واحد، ادي واحد اطول واحد اهو. لكن هنا في، هنا في، هنا في. إذا دي الرايدرز أو البروجكشن، إذا النوع ده اسمه إيه؟ لاميلا، ده بتاع ناقص الإيه؟ الخمسة. التوتال بقى طبعًا هتلاقي بقى كل التيوبل دي لونها أبيض من أولها لآخرها، مفيش شكل مميز. صح الكلام؟ فانتشر لا. أنا بص من 15 في لا، مش هو قدام ولا ورا. نفس الحاجة. أيوة بس مش شبه كده. حاجة طالعة بقى. تمام؟ كل فين كويس؟ حد عنده أي سؤال؟ أنا متاح لو حد مش فاهم عايز يسمع الإنتروداكشن تاني أنا موجود لو حبيت. لو فهمته كويس خلاص هو بيتكلم مع بعض كل شويه. شويه بيرجع بيجمع اخر بيجمع.